الاسم ديالي محمد أوبلوك، تلميذ السنة الأولى بكالوريا، ساكن بدوار أيت بلوك تزاري تساكورة. أنا كان عاني من واحد المرض اللي شكل لي واحد العقدة كبيرة في الحياة ديالي وأثر لي على الدراسة ديالي. المرض دوست عليه في شحال ديال المستشفيات في المغرب ما لقيت ما يمحل. في الأخير دوست في المستشفى العسكري في الرباط، خرج مهم قالوا لي هذا المرض عندك ما كاينش ليه دواء في المغرب. ودابا رسلت الملف ديالي لواحد الجمعية في فرنسا، تما تكلفت هي وداته لشي مستشفى تما. دابا جاوبوني قالوا لي هذا المرض باش المريض دا راه سميتو معروف عندنا في فرنسا، هنا خاصك دير لي عملية بقيمة 24 مليون. انا دابا كنقلب على شي محسنين يعاونوني نجمع الفلوس ديال هاد العملية. جزاهم الله خير. أنا الأب ديال محمد أوبلوك المصاب بهذا المرض. عانى من هذا المرض بزاف والحالة ديالي ضعيفة، مرة تنخدم مرة ما تنخدم. ما خلينا حتى مستشفى في المغرب، مشينا للمستشفى العسكري في الرباط قال لنا ما كاين الحل لهذا المرض هذا. ولينا اتصلنا بواحد الجمعية في فرنسا وقبلوا لنا الدوسي، طلبوا لنا 24 مليون في هذه العملية. ودابا تنبلغوا النداء للمحسنين ذوي القلوب الرحيمه، اللي كاين شي واحد يعاوننا الله يجزيكم بخير. تنبلغوا النداء للمسؤولين ووزير الصحه الله يجزيكم بخير، الا كاين شي محسنين احنا محتاجين هاد المساعده الله يجزيكم بخير. هذه مجموعه من من الشواهد الطبيه والوثائق اللي دوزنا بها في السبيطارات. هما هنايا هادو فورزازات، وهادو في مستشفى العسكري بالرباط. ها هما الوثائق. هادي هي واحد الشهادة طبية ديال مستشفى الجامعي بفرنسا، غادي تكون ان شاء الله في هاد الفيديو. هاد الدوسي ها هي راه فيها الدوفي وفيها المصاريف، شي المصاريف ديالو ها هما هنا ديال المصاريف ديال الكونتاكت العمليه. اه المصاريف ديال العمليه هما هنا، يطلبوا لنا في فرنسا. اللي بغى يطلع راه غادي يلقى هذا الشيء تحت الفيديو ان شاء الله مصور الله يجزيكم بخير.